ما هي قراءتك لما أكده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أن العراق يمر بأزمة هي الأصعب منذ عام 2003، وأن هناك أملا وعزيمة للحوار لإيجاد حل لهذه الأزمات؟ يعني هل نحن فعلا على أبواب الحل أم أنها مجرد أماني، وكما قال السيد الكاظمي أنها يعني أمل وعزيمة ليس إلا؟ تحياتي إليك وعظم الله أجوركم، وتحياتي لضيفك الكريم ولجمهور قناتكم. في إبادة الدستور العراقي تنص تذكر آية قرآنية تقول ولقد كرمنا بني آدم، هذا الدستور هكذا يقول، ولكن الذي حدث أنه تم إذلال بني آدم في العراق تحديدا الشعب العراقي، لأنه واليوم نؤكد على ما ذكره السيد الكاظمي بأن العراق يمر على أعتاب أو على أعتاب مرحلة أخطر مرحلة يمر بها، نعم أخطر مرحلة. فماذا نسمي في مرحلة يسقط فيها عشرات الشهداء؟ لماذا يسقطون؟ إذن فعلا نحن نمر في مرحلة صعبة وحرجة على الشعب العراقي. اليوم الكل ينتظر ماذا ستكون النتائج بدءا من يوم غدا، هل سيذهبون باتجاه التوافق؟ هل سيذهبون باتجاه حلحلة الأمر بين الكتل السياسية أم يذهبون باتجاه الصراع؟ وأنت قلت الآن قبل قليل أن السيد مقتدى الصدر في تغريدته قال لن أغادر عملية الإصلاح، وهذا كلام واضح أنه سيستمر بالمقاومة. وهل سيتقبل الآخر المقاومة؟ إذن نحن فعلا على أعتاب مرحلة. إذا كانت هذه المرحلة كما اليوم صرح الجميع من الإطار التنسيقي بأنهم يدعون إلى مرحلة جديدة وإلى تعاون وإلى وإلى، فهذا خير وهذا كلام جميل وهذا الكلام ندعمه جملة وتفصيلة. وإذا كان هذا الكلام للإعلام وهناك كلام غيره خلف الكواليس، لا أكيد سيذهب العراق باتجاه مرحلة لا تحمد عقبها.